السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نعطي تعريف بسيط عن برنامج كامتازيا ستوديو 8. في البداية هاي هو البرنامج. لو أنا بدي أسجل الشاشة زي ما أنا هلقيت عامل، بضغط على ريكورد ذا سكرين، تسجيل الشاشة هتظهر لي النافذة هذه. طبعا أنا هلقيت عشان بسجل فيها تسجيل اللي هو الشاشة بشكل كامل، هيجيك هنا فول، أو اللي هو تسجيل جزئي، تحدده انت زي ما بدك. ممكن اعمل لكم اياه كمان شوية بعد ما اخلص تسجيل للشاشة. هي تعتبر ان انا بدي اعمل اللي هو اشتغل اللي هو اي شغلة معينة زي ما بنعمل تصميم اي فيديوهات. نجيكم ان شاء الله من هنا، بتقول امبورت ميديا، تحميل لاي مجلد. نروح على المجلد اللي انا عملته جديد، اللي هو ناخد اول واحد بريزنت سيمبل اخذناه. خلينا ناخد مثلا اللي هو بدناش كلمات فوكاب، بدنا كلمات، بدناش اللي هو قواعد حتى تستوعبوهم. ناخد على سبيل المثال كلمات الوحدة الأولى يونت 1، هاي بضيف عنا اللي هو الوحدة الأولى. بعمل، لو أنا بدي أجيبها حتى أجيبها في التايم لاين هنا، بعمل بالزر اليمين، بضغط بالزر اليمين Add to Timeline، تجيني الصورة. طبعا الصورة هتشوفها قصيرة جدا. طبعا بتعمل تكبير للصورة، تعمل تكبير للصورة على مساحة الفيديو. طبعا هنقولكم مساحة الفيديو المناسب حتى تقدر تنزلها على اليوتيوب. مساحة الفيديو المناسب من هنا بنجيبها، تختارها في البداية، تختار اللي هي 720 اتش دي في المهم هاي الجريت فور يوتيوب، وبتقول له موافق، بتقول له اوكي، بتيجي نفس الجودة هذا ونفس الصورة اللي موجودة عندك. هجد انا الصورة هذا بتحكم فيها، ممكن اقدر اقصها، ممكن اطولها زي ما بدي. هجد خلينا نجيب الصوت اللي انا بدي اتحكم فيه. الصوت مثلا انا الصوت اللي كان عندي هيو نجيبه ام بي 3. خلينا نقول بضغط بحدده زي هيك، بس تحديد بقول له اوبن، بيجي عندي مباشرة هنا، بقول له اد تايم لاين، بيضيف لي اياه للتايم لاين. هجد لما اجي اشغل انا بعمل حفظ في الاول، بعمل لي انتايتل، بحفظ لي اللي هو هيطلع سطح المكتب. لقيت ما اورجيكم اياه سطح المكتب. لما لقيت اشغل الصوت هيا زي عندي English for Palestine 12 تمام Unit 1 Vocabulary. لقيت انا مثلا بدي احدد كلمة يونت 1، وقال لي هنا يونت 1. كيف بدي احدد؟ باجي على هذه الايقونة كول اوتس، بضغط عليها، باجي على الزر هذا بضغط عليه. هي هذا اللي هو هايلايتر مظلل، هذا للتضليل، بضغط عليه بيجيني حجمه كبير. بحدد انا بس اللي هي يونت 1 اللي هي الوحده الاولى، بضللها زي هيك وبمشي. لو انا بدي اياها من وين بدا هو اليونت 1، بحدد، بمشي بحددها زي هيك وبصغر. لما اخلص يونت 1 خلصنا، بصغرها قدر المستطاع لما بعمل حفظ اول باول. ها يونت 1 فوكابولري خلصنا، ما عند هنا هيخلص، بمدها شويه وخلص. بيبدأ قد يلفظ الكلمات، بحدد Optional. طبعا هتتغلب شوي لكن بدها طولة بال. هاي نقابل كلمة اوبشنال، خلينا نحدد، بضيف كمان واحدة بس هعطيكم طريقة سهلة. يعني هاي وان اوبشنال، اوبشنال هاي حددتها. طبعا هاي اللون عندي اصفر، واللون اللي انا عامله في اصلا في ملف الوورد اصفر، بجعل اللون من هنا هيك، بغير اللون بحطه اخضر بس انه يبين. بجيبها من فوق، بتنزل هيات ال بتاعت التضليل، تبعت التضليل اجت فوق. خلينا ننزلها زي ما هي زي هيك بيلري اوبشنال، حددتها، بصغرها قدر المستطاع لعند كلمة اوبشنال. اوبشنال نوت، هاي بدي اقول نوت كومبولسر. هاي بعمل نسخ كترول سي واقول له كترول في، نسخ لي اياها. هي اجت هنا، باجي بروح بضغط عليها ضغطتين عشان يحدد مكانها. بروح باخدها على ايش؟ على نوت كومبولسري، عشان اسهل عليا بدل ما اقعد انزل كل شوية مستند، بحددها. اذا خلصت من هذه برجع كمان مرة، برجع السهم هيك، بعمل لهذه كترول سي نسخ، جنب هنا بحط المؤشر هذا هي، بمسكه بالزيك بحط له كترول في، بيجي ايش؟ عيد لي اياه. برجع الثانية المعنى، بعمل له كنترول سي، بحط المؤشر بعدها، بقول له كنترول في، معلش هي الصوت هو اللي بده قص، هي من هنا،
وهي الصوت الثاني لما يخلص لغاية هون بعمل اختصاص، هو اللي بده تكرار. ها لقيتها، استوعبت انك انا بقص في الصورة مش في الصوت. هاي لقيتها، هاي كنترول سي، هاي كنترول في، معلش. ها هاي كمان مرة. Optional, not compulsory. Optional, not compulsory. طبعا انت بتنسخ التضليل نفس ما كنت انسخته. هاي كنترول سي، بحطه هنا. كنترول في، نزلها تاني، بتشدها شد عادي. كنترول سي، كنترول في، هاي كمان مرة. طبعا لازم يكون الايقونات موجودة عشان تعرف انت. لقيت خلصت من لفظهم مرتين، بدك اياهم مرتين او ثلاثة، بدي احدد انا المينينج. المينينج بنزل واحدة من هنا من الهايلايت، وبحط على المينينج اللي هو المعنى، بحددها بالضبط على تكون على المكان اللي انا بدي اياه. خلصنا، لقيتها، بحدد الوقت اللي انا بدي اياه زي ما بدي. بدك تخليه كتير، بدك تخليه طويل، فترة قصيرة، الى اخره. خلصنا، لقيتها، عملنا حفظ، بتمشي عليهم كلهم واحدة واحدة. بدك اياهم يعيدهم اكتر من مرة عشان السن يطلعوا معاك الفيديو. بدك تخفي هدول، بتخفيهم، تخليهم الكلمة مع معناها، لكن في الاخر حتضيفهم بعدين. ممكن ما مش زي نفس نظام الباوربوينت، مش حتستوعبه الطلاب كتير. هذا طبعا لو انا بدخفي مثلا، هاي لو انا بدخفي شغلة معينة، هاي بدخفي هذا الجزء بعدين اظهره للطلاب، فيش اي مشكلة. بدك تمد فيه، تمد لوين بدك تخفيه، قديش المدة اللي بدك تخفيها، بعد قديش المدة ممكن تخفيه، ممكن تقصر، وهكذا. هاي كنترول زد عشان نشيلها. لو انا بدي هاي احذفها، لو انا بدي اعمل مثلا على شغلة معينة، اسلط الضوء على اللي هي شغلة معينة، هذه مثلا يونت 1 اللي هي، و على اساس انها مثلا، خلينا نقول هذه هي اللي انا بدي اسلط الضوء عليها. هاي لاحظ، حتلاحظ انه طبعا مع الوحدة الاولى المفروض حطناها في البداية. Optional, not compulsory. طبعا هذه اللي هي لو انا بدي احدد في الاول، في الاول هي يونت 1، نقول عنها يونت 1. خلصنا، خلصت انا الفيديو اللي كل شيء بدي اعمله هيك، تمام. هي الصوت، لو انا بدي اتحكم في الصوت، صحيح، لو انا بدي اتحكم في الصوت لازم اكون محدد اللي هو الصوت اللي عندي. هيو بجيب لي، اول ما احط العلامه على الصوت بدي اعليه، بعليه زي هيك، ممكن اعليه، ممكن اوطيه اكتر، زي ما بدك تتحكم فيه. لما تضغط هنا بروح اللي هو التدليل تبع الصوت. طبعا هذه اللي هو لو انا بدي اضيف بين اللي هو الفقرات، يعني انا خلصت الفقرة الاولى، هاي بعمل اختصاص هيك. لو انا خلصت الفقرة الاولى بدي اعمل اللي هو بين الفقرات اللي هو زي شكل، ممكن تعمل هذا الشكل اللي هو في حركة الانتقال، ترانزيشن، الانتقال من طبقة لطبقة، او من صفحة لصفحة. يعني في اكتر من واحدة موجودة متوفرة. طبعا هنا بترجع للي بدك اياه في الكليب. اللايبراري فيه فيديوهات ممكن تكون موجوده، او مقدمات جاهزه تضعها في بدايه الفيديو. انت بتحط في بدايه الفيديو اي مقدمه ممكن تكون في اللايبراري لما تنزل البرنامج. لقيت انا خلصت الفيديو، بدي اخلص، بضغط على اللي هي برديوس اند شير، بختار اللي هو الفيديو اللي انا بدي اياه يكون 720 مناسب لليوتيوب، بقول له نيكست، بسمي اللي بدي اياه الاسم، الاسم اللي انا بدي اياه مثلا اللي هو كامتازيا، وبقول له فينش. بيبدا لقيته هو ايه يحمل. في طبعا هذول انا الفيديوهات اللي عملتهم قبل هيك، بيبدا يحمل في الفيديو ويحفظ فيه. طبعا حسب طول الفيديو اللي انت بتعمله، اذا كان 10 دقائق او اكثر ممكن ياخد اقل حاجه تلت ساعه او نص ساعه وهو بحمل زي هيك. هذا مدة الفيديو قصيرة يعني نوعا ما، فبتكون مشي سريع، يعني بيمشي سريع في هذا الفيديو. يعني قلت هعوض حلكم كيف اللي هو تسجيل الشاشة، بخلص بعد ما يخلص ويشتغل الفيديو اللي احنا توع منه، بيجي زي هيك الفيديو. English for Palestine 12. هوقف انا وبعمل فينش، فيش هنا اي مشكلة، وبسكر الشاشة. طبعا باجي للشاشة اللي انا بسجل فيها طبعا.